تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. في البدايه مليون مبروك هزيمه نادي الزمالك بالامس امام طلائع الجيش. ورغم الهزيمه ورغم ان كان في احتواء لنادي الزمالك وكان في تعريض من التحكيم لنادي الزمالك، استطاع الجيش ان هو يفوز. ولو كان في عداله تحكيميه كان في ضربتين جزاء لم يحتسبا لطلائع الجيش. هنطلع ونشوف الحالات التحكيميه بالصوت والصوره، وازاي الحنفي تجاهل احتساب ضربتين جزاء بشكل صحيح 100% لنادي طلائع الجيش، زي ما كان في احتواء برضه في مباراه انبي، وزي ما كان في احتواء في مباريات كتيره، وزي ما كان في احتواء في المواسم اللي فاتت. كمان الاحتواء استمر الموسم ده في مباراة انبي، في يعني بنسبة كبيرة تسلل، مش تسلل هنقول ان هو تسلل، في قرارات عكسية كتير، في حالات طرد كتير ما بيحسبهاش التحكيم على نادي الزمالك. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف واحدة واحدة كده بالصورة وبالقانون، هل الزمالك جمل تحكيميا ولا لا؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو، وتعالوا لي تاني عشان نكمل مع بعض. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الحالات التحكيميه الفجه اللي تجاهلها الحنفي وضربتين جزاء للاعمى، وتعالوا لي عشان نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بنجدد التحية لكل اخواتنا الاهلاوية، وهنوريكم الحالة التحكيمية اللي كان فيها امبارح ضربة جزاء صحيحة بنسبة 1000000% لطلائع الجيش، والحنفي عمل نفسه من بنها وعمل نفسه عبيط وعمل نفسه مش من هنا وما احتسبش ضربة الجزاء. ونيجي نشوف اللعبة مع بعض واحدة واحدة. اللاعب الونش نزل في الارض وراح عامل برجله، يعني هنجيبها من كذا زاوية، وكرة بالتصوير البطيء من عدة زوايا. هنقرر ان احنا نعتمد على نظرنا ونعتمد على نفسنا. بص حضرتك رجل اللاعب اليمين، بص رجل اليمين راحت فين، بص بص ضربت هنا، ضربت في ركبه اللاعب، اللاعب اختل توازنه وفقد السيطره على نفسه ووقع في الارض وفي ارضيه الملعب. ونشوفها تاني بالتصوير البطيء، هيبان لك ان الونش ما لعبش على الكوره، وحتى لو لمس الكوره وطبعا ده ما حصلش او بنسبه كبيره ما حصلتش، وان الكوره بص بص اللاعب بص شايف رجله جت فين، يعني ضربه جزاء 1000000%. وللتنبيه وللعلم ان في قناه نادي الزمالك ياسر عبد الرؤوف اكد ان اللعبه ضربه جزاء صحيحه، وان في مخالفه على لاعب نادي الزمالك، وان الحكم تغاضى عن ضربه جزاء صحيحه لنادي الزمالك. بس انا دورت عليها في قناه نادي الزمالك، للاسف ما جابوش في قناه اليوتيوب الكلام اللي قاله ياسر عبد الرؤوف، على الرغم ان انا شفت الكلام ده لايف على القناه. واكيد حضراتكم لو تابعتوا الفقره الفنيه التحليليه التحكيميه هيكون يعني شافها، ويعني بيصدق على الكلام اللي احنا بنقوله ان في ضربه جزاء صحيحه 1000000%. ليه؟ طلائع الجيش والحكم احتوى نادي الزمالك في اول 10 دقائق لعب، ناهيك عن الفاولات اللي في منتصف الملعب وعلى حدود ال 18 اللي ما اتحسبتش على نادي الزمالك، وهي تستوجب انذارات وفي لعبه خشنه. لكن زي ما انتم عارفين ان ربنا ما رضاش بالظلم، زي ما كان في احتواء لانبي عفوا للزمالك امام انبي وانبي فازت 2-0، وبرده كان في احتواء امبارح على لنادي الزمالك على طلائع الجيش، ولكن عداله السماء تنزل على استاد القاهره اللي بالمناسبه مرتضى منصور بياكد ان هو استاد فيه سحر وفيه عفاريت وفيه وفيه وفيه. فاحنا بنقول لمرتضى منصور مبروك عليك الهزيمه، تستحق الهزيمه، طول ما بالرغم ان في احتواء للمباراه وفي احتواء لنادي الزمالك، الا ان نادي انبي في المباراه الاولى فاز على الزمالك 2-0، وفي المباراه دي كمان نادي طلائع الجيش استحق الفوز على الفريق المهلهل الذي صنعه الاعلام. الزمالك صنيعة الإعلام، بالونة كبيرة صنعها الإعلام وصنعها احتواء الحكام، لكن لو جيت للحق أديك شفت ده مستوى الزمالك، وهي دي لعبة الزمالك. بعيدا برغم إن كان في احتواء لنادي الزمالك وكان في ضربة جزاء صحيحة 1000000%، وكان المفروض العدل لربنا إن يتحسب ضربة جزاء،
ولو كان حسب ضربة جزاء واحرز جيش يعني الهدف كان هيبقى 2-0 نفس نتيجة انبي، والزمالك بدأ في نزيف النقاط. وطبعا في تهليل وصياح من خالد فطوطة من ناحية ومرتضى منصور من ناحية على الهزيمة، لكن ما يطلعش خالد فطوطة يتكلم على الهزيمة دي، ان الزمالك في ضربة جزاء ما اتحسبتش لطلائع الجيش، لا ما يفتحش بقه. كمان رضا عبد العال ما يتكلمش على الفضيحة التحكيمية دي، لا يطلع يتكلم على موسيماني والنادي الأهلي، وموسيماني محظوظ وبيفوز بالحظ، والكلمتين الهجس اللي كلنا عارفينهم. لكن هناك ضربة جزاء مليار في المية في فضيحة تحكيمية للحنفي. أنا نفسي أفهم يعني هي لجنة الحكام مش تجيب تعمل محاضرة كل أسبوع للمحكمين اللي بيحكموا في الدوري المصري وتجيب لهم الحالات دي وتقول له على اي اساس انت ما حسبتش، على اي اساس انت ما جبتش وما رحتش للفار وما شفتش الفار. يعني غرفة الفار المفروض كانت نادت للحنفي قالت له تعالى شوفها، انا شايف ان فيها ضربة جزاء. وللعلم القانون بيقول حتى لو نجحت في لعب الكورة وارتكبت مخالفة تستوجب برضو الطرد، او عفوا ضربة الجزاء. وزي ما حضراتكم شفتوا في اللعبه ان في تعمد وايذاء وتهور من الونش، واللعبه اللاعب في ركبته اتضرب من الونش والحكم ما حسبهاش، على الرغم ان الكوره واضحه وضوح الشمس ان فيها. طبعا في حالات اخرى، ولكن دي الحالات يعني دي اقوى حاله فيهم. كان في حاله تانية ضرب ودس على انكل الرجل وتعمد الخشونه، كان المفروض يبقى فيها انذارات، ولكن زي ما اتعودنا على التحكيم اللي ما طردش المسلوسي في المباراه اللي قبل اللي فاتت بتاعه ايسترن كومباني، واللي ما طردش الونش في مباراه النادي الزمالك والمصري، ما يديش دي ضربه جزاء، وما يطردش لاعب من الزمالك. امال ليه الزمالك لما بيروح افريقيا بيتعور وبيطرد منه لعيبه وما بياخدش افريقيا؟ لان هناك ما فيش احتواء للحكام، ده هناك في ظلم تحكيمي على اي فريق مصري. يعني انت هتروح هناك هتاخد فوق دماغك. اسال النادي الاهلي بيتظلم قد ايه تحكيميا. فالنادي الزمالك احنا بنتمنى له مزيد من التعثر، وبنقول وبنهمس في ودن يعني المحكمين او الحكام المصريين. انا عرفت دلوقتي ليه ما بياخدوكمش في القائمه الدوليه، سواء على مستوى كاس العالم او في البطولات القاريه، من مستواكم الهزيل والضعيف والمنبطح اللي انتوا شايفينه ده. ناس وجماهير واعلام وفي وادي، والتحكيم في وادي اخر. انا عايز اسال سؤال بس، هو قناه النادي الاهلي ما بتسلطش الضوء ليه على المسرحيه الهزليه الكوميديه الساخره، الكوميديا السوداء اللي احنا بنشوفها قدامكم بشكل مستمر في الدوري ده؟ لولا ان الزمالك يعني ربنا مش عايزه يفوز بالظلم، يعني ربنا يعني بيمهل ولا يهمل، ربنا يخليك تفوز بالتحكيم مره اتنين تلاته يحتويك موسم بحاله، ولكن خلاص يعني ما ينفعش تضيع مجهود فريق اخر بيتعب وبيجهد وبيعمل يعني بايه بي يعني الكلام راح من دماغي، ولكن يعني بيجدد عقود، بيعمل ملاعب، بيبقى فيه نوع من انواع الجهد، في عنده مرتبات، انت بتضيع مجهود فريق كامل علشان الزمالك يكسب بالاونطه وبالحكام. وزي ما قلت لكم صنيعة الإعلام وقع ومحدش سمع عليه. نادي الزمالك مش هيستمر في الاحتواء كثيرا، نادي الزمالك هيقع. مرتضى منصور طالع وبيتكلم وبيعيد ويزيد، ما يعترضش أبدا على إن في حكام احتوته، ما يعترضش مثلا على إن في لعيبة عندها نوع من أنواع اللامبالاة، أو هو ده مستواهم الحقيقي بعيد عن الاحتواء وبعيدا عن التطبيل والنفخ اللي بيعملوه في قناة نادي الزمالك. احنا جبنا لكم الحالات التحكيمية ودي اهم حالة، والفضيحة التحكيمية للحنفي اللي المفروض يتوقف عليها لنهاية الموسم، فضيحة بمعنى الكلمة. ضربة جزاء واضحة للأعمى، ضربة جزاء واضحة للأعمى، والحكم يعمل عبيط، يعمل مش هنا، بص يا فندم على رجله دي، بص خبطت فين، بص خبطت فين، خبطت هنا، هتشوفها تاني بالزاويه التانية. على فكره ياسر عبد الرؤوف قال الكلام اللي انا قلته ووضح الحاله وجابها، ولكن
شالوها من على اليوتيوب او ما جابوهاش من الاساس. انا كنت مستني اجيب لكم هو قال ايه، وان شاء الله لو لقيتها برضو هنزلها لكم. بص يا باشا، بص رجله، بص رجله اليمين، بص عملت ايه، بص طلعت فين، بص طلعت فين، بس هنا الركبه دي، رجله دي خبطت في الركبه دي، فاللاعب فقد توازنه، وبالتالي اصبحت ضربه جزاء صحيحه، تغاضى عنها الفار وتغاضى عنها الحنفي. هو ده الزمالك، ولكن مبروك الهزيمه، وان شاء الله مزيد من الهزائم لنادي الزمالك، لان الحرام ما بيدومش كتير. خليكم معانا نكمل الفيديو بتاعنا في اللايف. بص لي كمان على الكوره دي اللي ما اتعادتش، ومفيش اي استوديو تحليل اتكلم عنها ولا حد اتكلم عنها. اتفرج على مهاجم طلائع الجيش ومدافع نادي الزمالك واسب عليه وبايديه مريح، وضربه جزاء تانيه صحيحه لنادي الزمالك. يعني عندنا كده اتنين ضربه جزاء ما حسبهمش الحنفي وما اتعادتش، ولا الفار قال للحكم تعالى احسب ضربه جزاء على نادي الزمالك. الكرة جايه في ايد المدافع، ما اعرفش ده الونش ولا مين المدافع، وشايفين الوسب حضراتكم على الخصم، والحكم عمل من بنها وعمل عبيط وعمل اكنه مش هنا. بص للمره الاولى والثانيه والثالثه، بص يا فندم هنا اللاعب عمل ايه، واضحه وضوح الشمس فيها ضربه جزاء والحكم حسب من بنها. اذا في ضربتين جزاء لطلائع الجيش ما حسبهمش حكم اللقاء. زي ما حضراتكم شفتوا بالصوت والصوره، في حاله كل الناس اتفقت عليها انها ضربه جزاء، وفي لعبه ثانيه يعني لا المذيع اتكلم فيها ولا الفار جابها ولا الافندي المخرج جابها، وكاننا في وادي تاني وفي كوكب تاني. ولكن احنا جبناها لكم، الكوره ما اتعادتش ومفيش تعليق عليها، ضربتين جزاء للاعمى. لكن علشان يتم احتواء يعني الحكام لنادي الزمالك، ما يتحسبش ضربات جزاء ضد الزمالك بشكل يعني فج بشكل صارخ. تخيل لو الكورتين دول لصالح الزمالك كان الحكم حسب ايه؟ ما كانش هيروح للفار ولا غيره، كان هيصفر ويدي ضربتين جزاء. احنا شفنا الحالات التحكيميه قد ايه التحكيم بيخدم الزمالك، قد ايه التحكيم بيعرض على الزمالك، قد ايه التحكيم بيجامل الزمالك بشكل فج. وطبعا لا نسمع صوت خالد فطوطه وهو بيعترض وبيقول ان في ضربه جزاء على نادي الزمالك، ولا يفتح بقه فالح بس يجيب حالات تحكيميه المباراه هو مش طرف فيها وفي بطوله هو مش موجود فيها، وغربال صرح وغربال عاد والتقويع ويعمل كده. هو فالح في كده فقط، لكن فالح ان هو يتكلم على حالات ضده تلاقيه بلع لسانه هو واحمد عيد عبد الملك وكل هزاز الرؤوس وكل المرتزقه. لما يبقى حاجه على النادي الاهلي يطلع يتكلم ويهب يعمل فرح، لكن لما يبقى فيه ضربتين جزاء لصالح طلائع الجيش وما يتحسبوش، لا تلاقيه اختفى تماما، ما اتكلمش في اي حاجه، يهيص ويصيح في حاجه تانية خالص. بس احنا بنوثق لكم قد ايه التحكيم بيخدم الزمالك وقد ايه التحكيم بيجامل الزمالك، ولولا يعني ستر ربنا كان ممكن المباراه يعني لو انبي ما جابش جول او الزمالك استطاع ان هو يعني يرمي نفسه لاعب في نفسه في البسين وياخد ضربه جزاء او يجيبوا هدف وكده، كان ثلاث نقط هتضيع. السنه اللي فاتت كان في احتواء بشكل فج، والاحتواء مستمر ومكمل، ولكن ربنا سطر على نادي الزمالك وعلى الحكام كتير. يبقى الكره قدامك والفار بيقول لك ضربه جزاء وانت تتغاضاها؟ يا اخوانا ما في ايه، في ايه؟ كل حكامنا فساده فساده لصالح الزمالك. عرفتوا ليه مفيش حكم رايح كاس عالم؟ عرفتوا ان مفيش حكم في بطولات قاريه ولا بطولات عليها العين؟ علشان الفساد والريحه الوحشه اللي احنا شايفينها في الدوري المصري لصالح نادي الزمالك. دول كانوا حالتين يعني كان لازم نسلط الضوء عليهم. انتهى الفيديو بتاعنا، عندنا فيديوهين اخرين ما تروحوش في اي مكان، احنا بننزل الفيديوهات تباعا، وعشان يجي لك الاشعار اول حاجه تعمل لايك للفيديو عشان تبقى انت مشارك بشكل فعال يعني ايجابي في القناه، لازم تعمل لايك للفيديو بتاعنا علشان اليوتيوب يعني هيرشح لك فيديو تاني تالت ورابع. والفيديو بتاعنا اللي انت بتعمله لايك ده
الفيديو بيرشح كفيديو محتوى مهم او محتوى قوي من قوة اللايكات او من عدد اللايكات اللي عليه. يعني مثلا لو فيديو 4000، انا بشوف فيديو عندي مثلا 4000، الاقي مثلا ايه 100 واحد عاملين لايك، طب والباقي فين؟ الباقي ليه مش عامل لايك؟ على فكرة لما هتعمل لايك صدقني مش هتتعب، مش هتغرم فلوس او هتتكبد مال، لا هتدعمنا بلايك عشان انت ده الشكر بتاعك لينا، ان انت بتقول لك شكرا على المجهود اللي انت بتعمله. هتعمل لنا لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.